الفايدة يتراوح بين 19 عند تعيينه وهو على الدرجة الثالثة، يرتقي لما يوصل للدرجة الأولى إلى 27 جنيه. مفروض بيهم أن يواجه عدوى أمراض الدم وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجلدية والأمراض التي تنتقل لعائلته، لأن معروف أن الأطفال أبوهم أو أمهم أطباء بينقل ليهم عدوى الجهاز التنفسي وبيصابوا بعدوى الجهاز التنفسي ضعف الأطفال العاديين، لأن الأب أو الأم بيحمل العدوى لأبنائه. كل هذه المخاطر وإن كان بدل العدوى مش هيمنعها، ولكن على الأقل يشكل نوع من التعويض المادي النسبي عنها، فده حق أكيد بالمنطق، حق أكيد بحكم القانون، ومفروض أن يلتزم السادة المسؤولين بسرعة الاستجابة لتنفيذ حكم القضاء.